أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئة نت: القسم الإغاثي في الهيئة بالتعاون مع منظمة أم القرى يوزعان المنح المالية على العائلات النازحة في مخيم الخزر. في المدى متظاهرو ذي قار لا ننتظر من لجنة تقصي الحقائق نتائج تقتص من المتورطين. في كتابات: الطلاب يهتفون في الساحات والشوارع، الصمت خيانة. في البصائر: اتحاد علماء المسلمين يدعو الهند إلى التراجع عن قانون الجنسية. في العرب اللندنية نقرأ عن حراك العراق المتمسك باستقلالية القرار السياسي في تشكيل الحكومة. وفي وول ستريت جورنال نقرأ عن تركيا وهي تحاول التوصل إلى اتفاق مع روسيا في ليبيا. أخيرا من الجزيرة نقرأ: أردوغان جوا وبحرا وبرا يقول سنزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق بليبيا. أهلا بكم. أخذت ملامح ثورة تشرين المباركة عدة أوجه وبأدوات مختلفة وبأيد شبابية أثبتت فعاليتها وجذوتها في زيادة حدة المواجهة مع النظام السياسي القائم في بغداد. وأوضح الشباب العراقي المنتفض عن أحقيته في قيادة هذه الانتفاضة الكبيرة والثورة العارمة التي اجتاحت معظم بلاد الرافدين، معلنة رفضها القاطع والمبدئي لكل أشكال الطغيان والتعسف الاجتماعي والظلم الإنساني. كل هذا وأكثر جاء في مقال للكاتب إياد العناز منشور في صحيفة البصائر. أعطت إرادة الشباب وحيويته وديمومته دافعاً أساساً لتدفق الدماء الحقيقية في الشرايين الأصيلة التي احتوت الحياة الإنسانية للمواطن العراقي. كان للوجود الفعال لتوجهات وأهداف الشباب ووعيه وإدراكه للمرحلة السياسية التي يمر بها العراق الأثر الكبير في زيادة روحية ومبدئية الشعب العراقي بكل توجهاته وانتماءاته وتفاعلاته، من خلال التأكيد الشعبي والجماهيري والعشائري وتوافد الآلاف من أبناء الرافدين إلى ساحات الثورة، معلنة تأييدها أبناءها ومساندتها لهم بكل ما يحتاجونه من استمرار لوهج الثورة وبقائها والدفاع عنها بالغالي والنفيس، والوقوف إلى جانب الشباب الواعي الطامح لتحقيق الوحدة الوطنية والاستقلال السياسي والاقتصادي ورفض الوجود الإيراني والاحتلال الأمريكي ومواجهة الفساد والفاسدين والقصاص منهم، ورفض جميع صور العملية السياسية التي أتى بها الاحتلال الأمريكي ودعمها وساندها النفوذ الإيراني ونفذتها أدوات الكتل والأحزاب السياسية المدعومة من واشنطن وطهران. يضيف ياد العناس في مقاله: ستبقى الإرادة الشعبية ممثلة بشباب العراق الثائر المنتفض، ستبقى هي المحرك الأساسي لاستمرار وديمومة الثورة والدفاع عن أهدافها والوفاء لتضحياتها من الشهداء والجرحى والمعوقين الذين دافعوا وساندوا هذه الثورة وكانوا وقودا لها. قد لا يحقق المحتجون كل الأهداف المتوخاة من فعلهم الاحتجاجي ومما قدمته الحركة الاحتجاجية الواسعة من شهداء وجرحى ومخطوفين، رغم كونه الاحتجاج الأكبر بتاريخ العراق والأطول زمنا، غير أن ما سيتركه من تغيرات فكرية وتبدلات ثقافية وقيمية على المستويين القريب والبعيد سيكون هو المنجز، وفق ما قال الكاتب حيدر نزار سلمان في صحيفة المدى. أزاح المحتجون العراقيون من أجيال مختلفة، وهو عكس ما يشاع من اقتصار الاحتجاج والتظاهر على جيل واحد
أزاحوا هذه الرؤى والتنظيرات والإحباط التاريخي ليرسوا قواعد صلبة وذهبية لهوية وطنية تصاغ بفعل وحراك جماهيري ونخبوي عابر للهويات الثانوية، مرسخا مفهوم الوطن بوصفه جامعا وموحدا وملهما. وكأن هذا الانبعاث العظيم للروح الوطنية قد حصل بفعل نبوة جديدة حلت بين شعب بحث طويلا عن هويته المفقودة وخرج من تيه عظيم جسره السلطويون لعقود متعاقبة ليمروا عبره إلى مبتغاهم. ويبدو أن العراقيين قد عثروا على الحل الحلم وأبصروا الحل بالدولة الأمة ذات الهوية القومية الصاهرة. ويمكن التأكيد أن بلوغ هذه المرحلة من الوعي الوطني والحماس غير المسبوق قد وضع التاريخ العراقي المعاصر في جادة جديدة مختلفة تماما من سردياته التفصيلية. بل إن الأكثر دلالة على هذا الانفجار الوطني يتجسد بتوافر رمزياته المخلدة والمشكلة لمخياله وأسطورته التأسيسية، وذلك من خلال كوكبة من الشهداء والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية والقيم الصاعدة من مزيج قيم تاريخية ودينية وروح إيثار وتسابق فريد. حيدر نزار سلمان يقول أيضا: هذه البدايات التاريخية الجديدة لا يمكن لها أن تنتهي وتفشل على المدى المستقبلي، حتى لو تم إخماد نارها فهي ستبقى مستعرة بروح صناعها. حتمية التاريخ والواقع والظروف الموضوعية، فهي إن لم تثمر عن تغيير كبير كما هي أحلام المحتجين فإنها صنعت رمزيات جديدة وسردية تاريخية ستشكل الذاكرة الوطنية المشتركة. الآن إلى مقال آخر. دخل النظام العراقي في اضطراب كبير، منه ما هو سياسي ومنه ما هو قانوني، وذلك بعد نجاح الثوار العراقيين في إجبار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته. وهذا الوضع هو آخر ما كان يتمناه رموز هذا النظام الذي أدار العملية السياسية منذ 2003 ولحد الآن، بالاعتماد على التوافقات والمحاصصات الطائفية والسياسية. الكاتب نظير الكندوري يضع حلولا للأزمة في مقال نشره موقع مركز رسام. نتابع. يحاول النظام الحالي تصوير نفسه بأنه يستجيب لمطالب المتظاهرين بإيجاد شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، والإيحاء للمتظاهرين بأن حراكهم قد نجح في استبدال الحكومة وشخصية رئيس الوزراء، وهذا أقصى ما يريده الشعب حسب النظام. ويحاول النظام تغييب الحقيقة التي خرج من أجلها الشعب العراقي بثورته السلمية والمتمثلة في إسقاط النظام السياسي الحالي الفاسد كله، والذي لا تكون مخرجاته إلا فاسدة. لقد أوضح العراقيون اليوم بشكل لا لبس فيه أن مرادهم من ثورتهم الحالية هو إسقاط العملية السياسية بكل مؤسساتها التي بناها الاحتلال على أسس طائفية فرقت المجتمع العراقي وأرجعته إلى الوراء. ويريد الشعب العمل على إعادة بناء العملية السياسية بشكل يضمن أنها ستكون نابعة من الشعب العراقي وتتوفر فيها الأسس الوطنية التي تعامل المواطنين جميعهم معاملة واحدة، وأنهم سواسية بعيدا عن انتمائهم الديني والمذهبي والقومي، وتوفر الأمن للمواطنين وتحقق السيادة لهذا الوطن وتفتح آفاق التطور لها. نظير الكندوري يكمل قائلا: انطلاقا مما وصلت إليه الأمور في البلاد اليوم، وبناء على ما تجاوزه الشعب العراقي من عقبات وصمود الأسطوري الذي أظهره للعالم ضد البطش الذي يقوم به النظام ضده، كان من المحتم عليه أن تكون له زمام المبادرة اليوم لرسم خريطة الطريق التي تؤدي إلى إقامة دولة عراقية وفق المواصفات التي رفعها المتظاهرون. الآن إلى مقال منشور في صحيفة الزمان العراقية، وجاء فيه: القرار بيد الشعب، هو وحده من يملك الإرادة لوضع حد
لحالة التدهور وسوء الخدمات والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة. والقرار اليوم بيد الشباب الثائر في الساحات. مقال للكاتب شاكر كريم، نتابع. العراقيون شعب عظيم، والأمر متروك لهم ليقرروا بأنفسهم فيما يتعلق بمستقبلهم عندما يتظاهر الشباب ومعه جميع شرائح المجتمع ليحددوا مصيرهم واختيار وجهتهم ليصلوا بالعراق إلى بر الأمان. ولهذا لا توجد أي قوة اليوم تقف بوجه التغيير الإيجابي أو تمنع الناس من التعبير عن آرائهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور وأكدتها القوانين، ويكون التعبير في التظاهر السلمي بعيداً عن كل ما يؤدي إلى الإساءة للآخرين والاعتداء على ممتلكات الدولة التي هي بالأساس ممتلكات الشعب. نعم، جاءت التظاهرات في وسط العراق وجنوبه هذه الأيام وبتأييد من باقي المحافظات بوصفها وسيلة لحشد الاهتمام والحصول على المطالب المشروعة بعد معاناة الناس في الحصول على حقهم الطبيعي في العيش الرغيد والحياة الحرة الكريمة وحقهم في التعبير عن مشاعرهم بحرية وأن يشعروا في وطنهم بحقوقهم الكاملة غير منقوصة، لكي يشعروا بآدميتهم أولاً ثم لكي يدركوا أن لهم حقوقاً بقدر ما عليهم من واجبات تجاه وطنهم الكبير العراق وتجاه المجتمع الذي يعيشون فيه بعيداً عن التنكيل والتمييز والتعسف وكبت الحريات. في مقاله القرار بيد الشعب لا للمتحاصصين، يضيف الكاتب شاكر كريم عبيد قائلاً: الآن مرحلة عراق شامخ خال من المحاصصة الطائفية والحزبية والجهوية يليق بالعراقيين ويتناسب مع ما أنعم الله عليهم من ثروات كبيرة، ولينهوا دور الفاسدين وسراق المال العام المتحاصصين. نذهب بكم الآن إلى صحيفة العرب اللندنية، وفي أحد المقالات المنشورة فيها جاء فيه: لا تدري إيران أن هناك صفحة طويت، هذه الصفحة هي صفحة ميليشياتها، وذلك سواء عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أم لم يعد، وفق مقال للكاتب خير الله منشور في صحيفة العرب اللندنية. كشفت السنة 2019 التي تشرف على نهايتها بداية تراجع سطوة الميليشيات المذهبية التي أنشأتها إيران والتي كانت تعتقد أنها السلاح الأساس في الترويج لمشروعها التوسعي في المنطقة كلها، خصوصا حيث هناك وجود عربي بدءا بسوريا والعراق ولبنان، وصولا إلى اليمن، مرورا في طبيعة الحال بالبحرين وكل بلد عربي قريب أو بعيد. ما يكشف بداية التراجع يتمثل في تلك الهجمة الشرسة التي تشنها إيران عبر أدواتها المختلفة في العراق ولبنان وسوريا واليمن من أجل تأكيد أن مشروعها لم يتعرض لنكسة حقيقية وأن ثمة مجالا لاستمراره في المدى الطويل. لا تدرك إيران التي هي منذ العام 1979 في حال هروب مستمرة إلى خارج حدودها أن مشروعها عاجز عن أن يوفر نموذجا ناجحا في أي مجال من المجالات، نظرا إلى أنها لا تستطيع تقديم أي شيء لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا حضاريا ولا تربويا ولا اجتماعيا. كل ما تستطيع تقديمه هو البؤس والتخلف ونشر الفقر، فضلاً عن إثارة الغرائز المذهبية في منطقة في غنى عن مثل هذا النوع من الممارسات. خير الله يقول أيضاً: تبذل إيران كل ما تستطيع كي يبقى العراق على حاله، أي في ظل الوصاية الإيرانية. هذا ما يفسر التهديدات التي وجهها الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إلى شخصيات عراقية تجرأت على الاعتراض على الإملاءات الإيرانية، بما في ذلك مقتدى الصدر. الآن إلى المقال الأخير، وهو منشور في صحيفة القدس العربي، وفيه جاء: ما يجري في العراق إنما هو في حقيقة أمره صراع
بين إرادة الشعب العراقي بكل مكوناته وبين الهيمنة الإيرانية على مفاصل القرار الأساسية في الدول والمجتمع العراقيين أو في الدولة والمجتمع العراقيين، وذلك منذ احتلال العراق الذي تسبب بتفتيت النسيج المجتمعي العراقي وأدخل العراق والعرب والمنطقة كلها في دوامة عنف ما زالت نتائجها تتفاعل وتتفاقم. مقال للكاتب عبد الباسط سيدا في صحيفة القدس العربية المتابعة. تاريخ العراق الحديث لا يختلف كثيرا من جهة الجوهر عن تاريخه القديم، فعلى مدى العصور كانت الدولة العراقية القوية قادرة على الدفاع عن نفسها ووضع حد لنفوذ القوى الإقليمية المجاورة التي كانت لها باستمرار أطماع في العراق، ومن إيران القديمة خاصة التي كانت بلاد الرافدين لها دوما بوابة الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وكانت تتحين الفرص في حالات ضعف الدولة العراقية من أجل التمدد والهيمنة. ملخص القول إن الحالة التي يعيشها العراق حاليا سببها الأساس هو ضعف الدولة العراقية، الأمر الذي أتاح للنظام الإيراني التسلل إلى داخل بنية الدولة عبر مختلف الأحزاب والقوى والميليشيات التي ارتبطت به بأشكال عدة ولأسباب مختلفة، حتى باتت جزءا عضويا من النظام المذكور نفسه تسير بموجب الأوامر والإملاءات الآتية من نظام ولي الفقيه عبر مختلف أجهزته العسكرية والاستخباراتية. أما التأثير الأمريكي في ترتيب الأوضاع العراقية فيبدو أنه لم يكن بقوة وحجم الدور الإيراني. في العراق جوع لتشبع الغربان والجراد هو عنوان مقال عبد الباسط سيدا، وفي ختامه يقول إن الثورة الشعبية العراقية خاصة في المناطق الجنوبية في الناصرية والبصرة والنجف نفسها وبغداد قد أماطت اللثام عما يجري، وبات الناس يطالبون علنا بكف يد النظام الإيراني عن العراق وأهله ليتمكن العراقيون من إيجاد الحلول لمشكلاتهم بأنفسهم. يعيش شمال سوريا كارثة إنسانية جديدة بسبب موجة النزوح التي تشهدها مناطق الريف الجنوبي في محافظة إدلب هربا من القصف المتواصل والغارات الجوية التي تنفذها طائرات حربية تابعة للنظام السوري وطائرات روسية، ولم يبق القصف مكانا آمنا للمدنيين في معارات النعمان والمناطق المحيطة بها، وهي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في محافظة إدلب. وفي المقابل لا يتوفر مكان لاستقبال النازحين في الريف الشمالي والشمالي الغربي للمحافظة، إذ وصلت قدرة استيعابها إلى طاقتها القصوى في ظل عدم وجود حلول لإيواء الأعداد الكبيرة من النازحين الجدد الذين يفدون باتجاه مخيمات أطمة وقاح وحارم أو بلدات المنطقة. ووصل نحو 80,000 سوري إلى مناطق قريبة من الحدود التركية خلال اليومين الماضيين بعد تصاعد هجمات النظام وحليفه الروسي ومجموعات موالية لإيران على إدلب بحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية. نظرة وإياكم على الكاريكاتير لهذا اليوم.
نهاية صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.